"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم" آية عظيمة جداً. بتعلمنا ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل افعالنا واقوالنا ، وان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات محبة الله والبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بيخلي الانسان يبعد عن الطريق المستقيم ، ولذلك العلماء قالوا ان اي عمل صالح بيعمله الانسان لازم يكون فيه شرطين الشرط الاول الاخلاص ان العمل يكون خالص لوجه الله الشرط الثاني المتابعة يعني اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل افعاله واقواله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا تحذير شديد من المخالفة فقال فليحذر <applause> الذين يخالفون أو يصيبهم عذاب أليم. ربنا يجعلنا وإياكم من المتبعين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين.